بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضرتك طيبين. الحقيقة عدد كبير من الأصدقاء بعت لي انبوكس تطلب ان احنا نتكلم على أبيدوس، والحقيقة عشان اتكلم على أبيدوس بالشكل اللي يرضي المرشد اللي هيدخل يشتغل في المعبد محتاج ان اتكلم على مدينة من أعظم المدن المصرية. وعلشان كده كانت فكرتي الأولى ان انا هشتغل النهاردة مقدمة المعبد وهاخد الجزء الأهم والأعظم، وهو او الحاجه الاساسيه يمكن لو انت ما بتعملش حاجه غيرها في المعبد هتعملها، وهي المقاصير السبعه في داخل المعبد، او ما يمكن ان نطلق عليه الخدمه اليوميه. وهنا بستحضر روح استاذتنا العظيمه الدكتوره تحفه حندوسه اللي قدمت الخدمه اليوميه في المعابد المصريه من اكتر من نص قرن، والعالم لازال بيتناول مناظر الخدمه اليوميه على اصولها في المعبد المصري من خلال ما قدمته. هنتكلم النهارده باختصار على المقاصير السبعه في معبد أبيدوس، وإن شاء الله في فيديو تاني هنتكلم بقى على المعبد وتفاصيله واسم المدينة والمقاطعة كانت إيه وتقسيمتها وسيتي عمل إيه ورمسيس الثاني عمل إيه وبيرم بتاعها عمل إيه ومنظر الشجرة والتتويج اللي موجود بره، كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله. لكن النهاردة هناخد المقاصير السبعة وهنبدأهم كالمعتاد وعلى حسب مسار زيارتنا دايما من يمين الداخل بالمقصورة رقم واحد، وهي المقصورة باسم معروفة باسم مقصورة حورس. نبدأ بسم الله. بنبدأ بقى مقصورة حورس. ندخل أول منظر على اليمين، أنت تدخل يمين الداخل، خلاص ابدأ المقصورة دايما اعمل حسابك داخل على ايدك اليمين. أول منظر تلاقي الملك بيطهر الأرض وكاتب نص هيروغليفي رائع، إنك حمنتر صاحب نتر، أنا الكاهن ابن الكاهن. الملك يعلن كهنوته الأكبر. بعد كده يخبط على باب الإله، يمكن هنبص عليها الصورة رقم 4، حبيتوا تشوفوا على الصورة الموجودة قدام حضراتكم، بيخبط كأنه بيفتح للإله. بعد كده بيبدأ إطلاق البخور بأشكال مختلفة، إطلاق الدهون والعطور الإله. الجانب الأيمن كله عملية نقدر نسميها عملية التنظيف، عملية التطهير، عملية كل حاجة تهم الإله. دي المرحلة الأولى اللي هتبقى على يمين الداخل، هلاقي فيها مناظر تطهير الأرض، تنظيف الأرض، تنظيف الأرض تحت رجل الإله. بعد كده باجي على الجانب المواجه ليها الناحية التانية، في الجانب المواجه ليها في الناحية التانية ببدأ أشتغل بقى مع الإله بإيه؟ بإني بقدم له القرابين. يعني لما أجي أكمل بلاقي مناظر برضو البخور وحرق البخور وتقدمة الدهون والعطور كل ده. باجي بقى في على الطرف التاني بلاقي عندي على الحائط التاني بلاقي المركب بتاعة حورس، مركب حورس وتطهير الارض قدامه. بعد كده ببدا اديله، ادي للاله ايه؟ واحد اضع التاج على راسه واثبته، اتنين ادي للاله الرموز الملكيه اللي هو انا خدتها منه بصفتي ملك حاج، الحكاه والعنخ والواسط. بعد كده اديله المعنخت واديله علامات المعنخت اللي هي مع قلاده الاوسخ، دايما بثبت له الظهر بمسببة الحياة او المعنخة التقالة اللي بتعمل، وبلبسه عقد المنيت العقود والرموز المختلفة اللي بياخدها الاله بالكامل. بعد كده بيكون عندي في المنتصف دايما بيبقى فيه العتب اللي بيمثل عليه النص الشهير بتاع الملك اللي بيقول فيه ان هو بيعمل ايه بألقابه الخمسة، وعليه الرموز الاساسية، خرطوش الملك في حوت من معت رع، خرطوش سيتي الاول عشان نتعلمه، خرطوش واحد من ثلاث ملوك مصريين اساميهم رحمه الله عليه استاذنا العظيم الدكتور عبد الحليم كان بيعلمها لنا 2-3-1، لا هنا خرطوش سيتي الاول واحد من ثلاثه يتقري 3-2-1، اما نحط بثلاثه نب مايت راي يتقري من تحت لفوق، توت عنخ امون نب خبيرورا يتقري من تحت لفوق، سيتي الاول يتقري من تحت لفوق من مايت راي. وهنا اللقب في المنتصف علامات الجد والواس اللي هي الرموز المقدسه لاوزير وايزيس. ده الباب الوهم. العتب العلوي افريز من حياة الكبرى وعليه المناظر المعتادة. باجي على الجدار التاني بلاقي الشمس المجنحة من اعلى، وبلاقي بقى قصادها كل التقدمات اللي ماشية معايا زي ما قلادة الاوسخ اللي هي القلادة الواسعة اللي بتربط اللي هي الفصل 148 من كتاب الموتى اللي بيمثل عندي السعيد يوم جنسته اللي هي القلادة اللي بتربط الكتفين. عشان نشوف صناعة القلادة وشكلها الاول لازم نروح نشوف مقبرة مروروكا في سقارة. اخر منظر بشوف في المقصورة وانا خارج، وده منظر معتاد هلاقيه في كل المقاصير، منظر الاينت رد. هلاقي الملك ماسك زي مقشة نخيل وبيكنس الأرض وهو خارج من المعبد، دي تطهير المعبد أو إحضار القدم وإنهاء المقصورة. يلا بقى ندخل بعد كده على مقصورة إيزيس.
مصر نمره 2 ايزيس، خلاص انا اتعودت، بدخل انا الكاهن ابن الكاهن، بدخل بخبط على الاله، بفتح المقصوره بتاعتها، بقدم البخور، بقدم العطور، بمسح الارض تحت رجلها، في المنتصف الباب الوهمي بالرموز بتاعه الملك، على الشمال مركب ايزيس، وماشي انا معاها بالطبيعي تماما. بمشي بقى بحط التاج على راسها، بثبت التاج، بربطه، بقدم لها قلاده الاوسخ، بقدم لها المعنخد، بقدم لها الملابس، واخر منظر وانا خارج معاي باي 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 من الاوضه، بقول انا بعمل الاينت رد وبطهر الارض قدام. نجهز بقى عشان هندخل على اهم مقاصير الخدمه اليوميه في المعبد، المقصوره المزدوجه الصغرى والكبرى، او معبد اوزوريس في مقاصير ابيدوس. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي دخلنا بقى على مقصوره اوزوريس. اوزوريس بقى عيش وحدث ولا حرج، صباح الخير. اوزوريس مقصوره في ظهرها معبد، في ظهرها مقصورتين. ابدأ بالخدمة اليومية، انت داخل مع اوزوريس، بتفتح الباب على اوزوريس، بتقدم بقى الصور عينشتي والنفر، خنتي منتي، كل الالقاب وكل التايتلز اللي مرتبطة باوزوريس جوه المعبد. مركب اوزوريس، بثبت التاج لاوزوريس، بأضع لاوزوريس كل حاجة. هنا بثبت التاج وباخد من اوزير الرموز، اي ملك تاني انا بحط له الرموز، لكن عنده اوزوريس انا باخد منه الرموز، بدي له المعنخد، بدي له الساعه، بدي له الحمايه لان ابنه. وهتلاحظوا حاجه جميله، ان دايما الملك بتصور على انه ولي عهده. التاج مفيش تاج، ولكن في حيه كبرى، الاوسخ واضحه قوي في الصوره، والملك هو بيلبسه الاوسخ لابس تاج الخبرش اللي ظهر عندي في عصر الانتقال الثاني. قمه العبقريه المصريه ان احط تاج الخبرش في تمثيل المنظر ده، تنظيف الايد. الملك الاله قصاد ده كله بقى بيديني علامه العنخ، بيديني الحياه عشان يمنحني القوه اللي انا محتاجها للعالم الاخر. باجي بعد كده الاقي بديله الايد تعوي، ايد اليمين في الصوره اللي قدامي بديله الايد تعوي والايد تدوي اللي هم خلخالين واسورتين لايد الاله عشان يثبتوا بيهم على الحكم. بنقل بعد كده على المقاصير، بعدي من البوابه، بعدي على المقصور، على الصاله الاولى اللي فيها 12 عمود، ومنها للصاله الثانيه. اهم مناظر الصاله الاولى انه بيتلقى كل الخصوبه اللي جايه له من حعبي معبود النيل في المنظر الشهير اللي قدام ده، وخلفه الاله ايزيس. الملك بيفتح الاله كانه براس، كانه طائرين، حعبي بيلقى هنا رمز النيل، بيديله الخيرات والفيضان الاتي من النيل، والملك يرتدي النمس. المنظر قدامنا بيبان بشكل تاني، بشكل اوقع. الاله هنا بيقول له دي نيك حابي، انا هدي لك الفيضان امور اللي جاي لي من كل العظمه او من كل الاماكن او من كل الاماكن المحببه. بعد كده باجي لعنشتي اللي هو الاله الاكبر او الاله الاول المعروف عندي في منطقه ابيدوس، وبس بعمل له الخدمه اليوميه، وضع القرابين او وضع وضع تثبيت الشعر او تثبيت على الراس النمس، وخلفه الاله ايزيس موجوده دايما. ايزيس دايما هتبقى موجوده هنا مع كل الارباب وكل الالهه، لغايه بقى ما اوصل على المنظر والحيطه الرائعه اللي على يميني وانا داخل، اقامه عمود الجد. عمود الجد واقامه عمود الجد هو الجزء الاصيل، وكل المرتبطة بالأرباب اللي جايين بتمثل عندي جزء من السد، عيد السد، عيد رفع الماء، العدل الماء، المرحلة الأخيرة من طقوس الحبسد، اني اوقف عمود الجد، انه يعيد ازيل للحياه. عشان كده نلاقي الاسلاف، الملوك الاسلاف بتوع الصعيد بالتاج الابيض، وايزيس بتقف تص وبيحط الرمز بتاع اوزوريس، وبيقيم عمود وتاج ازيل، بيقيم ازيل مره تانية، بينصب ازيل مره تانية. الملك هنا يلبس ايه؟ يلبس الخاط، الخاط او النمس، بيلبس بصفته الحارس لازير والحارس لعالم ازير اللي بيهبه كل الخيرات، بيقف قدامه، بيثبت، بيعمل له علامه الاي او الحضور او المجيء، ويرفع رموز الآلهة، ويرفع رمز حورس كرب لي العالم ورب لي الأبدية، ويقدم الخير الذي يبغي منه وزير كسيد للعالم الآخر. تقدمت أنواع من البخور، تقدمت وتثبيت عمود أوزير ووتد أوزير على العرش بتاعه. كل المناظر دي بأجد على الحائط المقابل حورس وهو على العرش، وتثبيت حورس على العرش كملك على البلاد، ومعاه المنظر الأشهر اللي بيمثل حراس بوابات حورس والعالم بتاعه. العتب بالألقاب بتاعته، طبعا الإفريز دايما بيبقى الألقاب اللي بتحكي إن الملك بيقدم إيه أمام الإله أوزير. المناظر بتاعت أوزير وعتب أوزير وصالة أوزير والمقاصير الثلاثة بكل ما فيها من مناظر الخدمة اليومية ومناظر تقدمة القرابين ومناظر الأسقف حتى اللي بتمثل النجوم، وفي وسط النجوم موجود اسم الملك سيتي
الأول كواحد من الملوك العظام الممثلين عندي في هذه الصالة. من صالة أوزير بدخل بقى على الصالة الرابعة في معبد أبيدوس، وهي صالة المعبود أمون. أمون الصالة أنا بتحرك طبيعي خلاص، أمون بكل تفاصيله، أمون مين؟ أمون خنتي منتيو، أمون وحتى الخدمة اليومية اللي بتقدم لأمون هنلاحظ إن هي بتقدم له كواحد من الأرباب الأزليين الأساسيين اللي بيرتبطوا عندي بكل الخيرات القائمة في المعبد، النصوص والعتب، التقديمات أمون هنا بقى بيخش عندي بكل صوره، أمون رع وأمون كموتيف وأمون مين وكل المناظر الخطبة بتاعته. المناظر بيني وبينكم بتتكرر يعني خلاص، أنا ماشي بقى عناية هتتعود إن أنا ببدأ من ادخل أنا الكاهن ابن الكاهن، وبعد كده أفتح له الباب، وبعد كده البخور والطهور والدهون، بعد كده أجي في المواجهة ألاقي الإفريز وحية الباب الوهمي، على الناحية التانية مركب الإله، التقديمات من الأوسخ لغاية الملابس لغاية تثبيت التاج لتقديمة الإيرت عوي والإيرت ردوي، بعدي أعدي منها لغاية ما أوصل معاه إلى نهاية الإينت رد والإخراج. صالة راح ورختي الصالة رقم 6، لان بتيجي بعديها الصالة بتاعت المعبود بتاح، وبتمشي عليها نفس التفاصيل الخاصة به. اذا لو انا دلوقتي محتاج ان انا اقف امام المقاصير السبعة للخدمة اليومية الموجودة في داخل معبد المعبود اوزي، في داخل معبد ابيدوس، هلاقي نفسي بتحرك اذا استثنينا الجزء الخلفي او المقاصير بتاعت الاله اوزوريس، هلاقي نفسي بتحرك وانا مغمض. ادخل يا عم من عيدك اليمين، ابدا برش الارض وتنظيفها، ابدا بطرق الباب وفتحه، كل حاجه بتبدا بكلمه لطيف، هتلاقوا حرف الر وتحتيه شرطه رائن، رائن يعني سبيل اوف، تعويذه بتاعت حاجه بتتقال، هعمل واحد وابدا بقى احكي ايه اللي مطلوب ان انا اعمله لغايه ما باجي للمقصوره رقم 7. المقصورة رقم 7 هي مقصورة سيتي. سيتي بيقول انتوا بدأتوا بمين؟ بحورس، وبتختموا بي انا، لان اذا كان حورس هو الذي يحكم من السماء فانا صورة حورس التي تحكم من على الارض، وكأن المقاصير تسير وفقا للهوى. وعلشان كده تيجي بعد المقصورة بتاعتها لما نشتغل بقى على المعبد، ده التفسير اللي عند المصر، ليه المصري ما كملش المعبد؟ ليه قطع حرف ال؟ قطعت حرف ال هنا ليها تفسير كبير عند المصر. الصور اللي بنشوفها مع بعض دلوقتي خلاص كأننا بنراجع بعينينا المناظر عشان نبقى مطمئنين، خراطيش الملك، القرابين بتاعته، كل الطقوس، كل الامور اللي بيقوم بيها الملك دون ان يكون في الامر اي شيء من الممكن ان يختلط علينا. بمشي مع المقاصير بكل هدوء ما عدا مقاصير أوزير الخلفي، الصالتين بتوع أوزير، الصالة اللي فيها 12 عمود والثلاث مقاصير كلهم مناظر تقديمات، إلا المنظر الشهير للسد. والسد زي ما شرحناه قبل كده هو عيد يرتبط عندي في الحضارة المصرية بإعادة تتويج الملك. أستأذن حضراتكم، تعبير العيد الثلاثيني تعبير غير دقيق، أرجو أن نراجعه مع بعض في فيديوهات